وقد أقيمت تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سيدي اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أخواني الضباط وضباط صف، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ بحفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا العريف أفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. سيدي دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء. سيدي الدعاء لأرواح الشهداء مع العميد الدكتور محمد وجندل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. آمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم لا تجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ارفع درجاتهم في عليين
اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اسكنهم الجنان وكفر عنهم ما سبق وفات منهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خلاص جنبات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي منتسبي قوة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا اليوم نستذكر هذا اليوم الشريف، هذا اليوم العظيم اللي راحت فيه أرواح فداء عن الدين وفداء عن الوطن وفداء عن ولاة الأمر. نستذكرهم دائما، ولا نستذكرهم فقط في هذا اليوم، ولكن هذه المناسبة تذكرنا دائما وإن إحنا نقدر نقوم بعمل أكثر وعمل أكبر تجاه شهدائنا الأبرار. والمقصود أن احنا نتحلى بروحهم، نتحلى بشخصيتهم اللي هي فعلا مصدر للطاقة، وهي فعلا معنى للتضحية القصوى. خلونا يا أخواني وأخواتي نحيي ذكراهم، نحيي فعلهم بالتصرف مثلهم، تكون روحنا مثل روحهم، تكون روحنا مليئة بالفداء والولاء والعطاء. خلونا نقص قصصهم للناس ولأبنائنا وبناتنا والأجيال القادمة. خلونا نلهم الناس بما قاموا به أبطالنا الشهداء الأبرار. عل وعسى يطلع منا واحد مثلهم. أنا وياكم في هذه الخدمة الشريفة نستذكر دائما أن احنا مرينا مع بعض في أسوأ وأحسن الحالات، مرينا في الدورات العسكرية سوا، ومرينا في الحياة اليومية سوا، ومرينا في العمليات الحربية سوا. ولكن في شيء واحد أبغيكم تسألون نفسكم، السؤال هذا مهم، أبيكم تسألون نفسكم كل يوم، وخاصة إذا وصلتوا في أسوأ الحالات وفي التعب وفي الشدة، اسألوا نفسكم هذا السؤال: إذا ما هو بانا عيل من؟ الله يحفظ الدار من شر الطغاة الحاسدين بشيوخها وضباطها وأفرادها وأبطالها، والله يطول عمر حاكمها وهو عالي جبين، وتبقى دياره شامخه بالعز وهو يبقى لها. شكرا. خلاص كتفات. وتفضل بعدها سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة.